السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفضلات، معكم مصطفى صادق. مثل ما وعدناكم في صفحة على الفيسبوك أنه نتحدث عن الانترنت اوف ثينجز ستيت اوف ذا ارت، أو ما هي الحالة التي وصل لها الانترنت اوف ثينجز في الوقت الحاضر، يعني أكتوبر 2018. بداية أحب أوضح أنه يعني هذا الفيديو هو جزء من سلسلة طويلة بدأناها قبل مدة، ويعني الأساسيات ما راح نتحدث عنها اليوم لأنه يفترض أنه المتابعين لهذه السلسلة يعرفون الأساسيات التي تحدثنا عنها سابقا. أمر آخر أحب توضيحه للأخوة والأخوات المهتمين أو المختصين في مجال الآي أو تي اللي تسألوا في بعض الأحيان عن أنه ما هي فائدة هذه الفيديوهات التي تتحدث فقط عن الأمور النظرية أو الأفكار العامة للإنترنت أوف ثينكس. الفكرة أنه يعني الإنترنت أوف ثينكس لحد الآن هو كمفهوم يعني غريب على الكثيرين، وحتى على المستوى العالمي يعني ما زال هو قيد البحث والدراسة من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات والجامعات. فبالتالي المهم هو ليس معرفة ما هي الأجهزة التي سنربطها أو كيف سنربط هذه الأجهزة، يعني المهم هو ليس فقط أنه نسخر وقتنا فقط لكي نعرف كيف نربط جهازين سوية ونرسل الإشارات من الجهاز الأول للجهاز الثاني، لأن كل هذا شيء متوفر اليوم يعني أونلاين مجانا، دروس يعني كثيرة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وكل اللغات متوفرة وفيديوهات لشرح هذه الأمور متوفرة، ويعني أيضا شرحنا عنها البعض وسنشرح عنها البعض الآخر في المستقبل. ولكنه الأهم يعني بالوقت الحاضر بالنسبة للناس المهتمين بهذا المجال هو معرفة البيك بيكتشر، الصورة الكبيرة، يعني الانترنت اوف ثينكس. يعني مثل ما ذكرنا ليس المهم أنه تربط جهازين سوية وترسل بيانات من الأول للثاني، ولكن المهم أن تعرف ما هو الانترنت اوف ثينكس وكيف تستطيع أن تستثمره في شركتك، في عملك الخاص، أو في وظيفتك في المستقبل. فخلونا نبدأ على بركة الله. أين نحن الآن؟ يعني الآن نحن في 2018 والكلام عن الانترنت اوف ثينكس قد بدأ يعني قبل عدة سنوات. ما الذي تغير يعني منذ 2015 2016 2017؟ يعني ما زلنا منذ عدة سنوات نتحدث عن الانترنت اوف ثينكس. طبعا اضيفت الكثير من الاجهزه يعني الى المستخدمين في حول العالم، الكثير من يعني الموبيلتي او الموبايل تو انترنت اوف ثينكس ديفايس كونكتيفيتي، الكثير من انواع الكونكتيفيتي تم اضافتها الى الاجهزه الجديده حول العالم. الكثير من المشاكل حول السكيورتي او الامنيه في الانترنت اوف ثينكس تم معالجتها او يتم معالجتها يعني من قبل الشركات والباحثين حول العالم. يعني الهاردوير والسوفتوير ايكو سيستم، يعني التكامل ما بين البشر والهاردوير والسوفتوير مستمر حتى الان، ويعني في اطواره المتقدمه. الانفستمنت اللي هو يعني اقناع الكثير من الشركات العالميه لكي تستثمر في مجال الانترنت الاشياء. طبعا هذا يعني اقناع الشركات للاستثمار في هذا المجال يتطلب الكثير من الجهود، بعضها لها علاقه بالمستخدمين، من حيث انه يعني الكثير من الشركات قامت يعني اجراء استبيانات راي وعرفت من المستخدمين ما هي الامور التي يحتاجونها وما هي نسبة يعني إقبالهم أو رغبتهم في اقتناء تقنيات إنترنت الأشياء في المستقبل، لأنه يعني شيء منطقي من غير المعقول أنه تقوم الشركة باستثمار يعني مجموعة يعني عدة مليارات من الدولارات في مشروع معين بدون أن تعرف أن هناك مستخدمين لمنتجاتها. فبالتالي وصلت الكثير من الشركات إلى قناعة بأنه إنترنت الأشياء هو ليس فقط فقاعة، ليس فقط هايب، يعني ليس فقط يعني اسم كبير يتردد في عالم تكنولوجيا المعلومات وسيختفي مع الوقت، وانما تاكدوا فعلا انه هو شيء حقيقي وتحول من مجرد نظريات الى تطبيقات ويعني مشاريع. كذلك من المشاكل الرئيسيه التي تواجه انترنت الاشياء وما زالت مستمره لحد الان هي الستاندردايزيشن، اللي هي عمليه بناء ستاندرد او مقياس عالمي موحد لكل تطبيقات انترنت الاشياء. هذا الشيء لم يحصل لحد الان، وايضا راح نتحدث عنه بعد قليل ان شاء الله، ما هي المشاكل التي تقف بوجهه ولماذا نحتاج ستاندرد. اخيرا انترنت الاشياء اليوم في حاله تكامل يعني بديعه ورائعه مع البيج داتا، مع البريدكشن اناليتكس يعني الداتا ساينس او الماشين ليرنينج، مع الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي. كل هذه الامور يعني تتكامل مع بعضها البعض من قبل الكثير من الشركات حول العالم وفي عده مشاريع. يعني طبعا بمرور الوقت راح تتكامل هذه المشاريع لكي ترسم لنا البيج بيكتشر، الصوره الكبيره التي نتحدث عنها واللي هي دائما يعد بها الكثير من المختصين في هذا المجال والتي لم تتحقق لحد الآن. أما على مستوى البحث العلمي، يعني بعض الطلبة الباحثين في مجال الماجستير والدكتوراه يسألون أنه هل أن إنترنت الأشياء تحول من كونه scientific research إلى engineering effort، يعني هل تحول من كونه بحث علمي إلى كونه فقط جهود هندسية، يعني هل وصل إلى مرحلة من الكمال والتمام بحيث أنه فقط المهندسين في الشركات يستطيعون التعامل معه؟ والجواب كلا، ما زال انترنت الاشياء في قمه يعني اهميته بالنسبه للبحث العلمي. مجرد انه تدخل على جوجل سكولر وتكتب انترنت اوف ثينكس راح تظهر لك الكثير من البحوث. طبعا هذه مجموعه من البحوث اللي موجوده سنه 2018 يعني حاليا. تلاحظ بانه انترنت اوف ثينكس سكيورتي ما زالت مشكله،
Internet of Things Things يعني الأشياء التي نربطها بInternet of Things أيضا يعني والبحث عليها من قبل مهندسين ميكانيك مهندسين يعني الذين يقومون ب يعني عمل السنسنج لكل مختلف الوظائف يعني في الحياة مهندسين كهرباء مهندسين المواد مهندسين الإلكترو يعني ميجاترونيكس وغيرها البلاتفورمز أيضا عليها الكثير من البحوث الجيتويز الأوثنتيكيشن اللي هي علاقة بالسيكوريتي الوايرلس سنسر نتورك وارتباطها بالإنترنت أوف ثينكس لأنه مثل ما يعرف الكثير من الباحثين يعني الوايرلس سنسر نتوركس اللي هي ظهرت يعني كاسم في عالم البحث العلمي منذ 10 أو 15 سنة تعتبر هي البيسك بيلدينج بلوك يعني هي وحدة البناء الأساسية لتطبيقات إنترنت الأشياء. أخيرا الميدل وير اللي هو الرابط ما بين الهاردوير والسوفت وير بالنسبة لمستخدمين إنترنت الأشياء ومشاريع من إنترنت الأشياء. أيضا لاحظ بأنه الإقبال على الألترا لو باور ديزاين للإنترنت أوف ثينكس مهم جدا الترا لارج سكيل سيستمز يعني كيف نجعل الاجهزه التي تعمل بانترنت الاشياء تعمل بطاقه قليله جدا لكي تستمر عمر اطول لانه هي تعمل بالبطاريه في اغلب الاحيان وكيف نجعلها لارج سكيل سيستم يعني الترا لارج سكيل يعني كيف نستطيع ربط الاف او ملايين الاجهزه في شبكه واحده سواء كانت هي هيراريكال او يعني هيتروجينس هوموجينس وغيرها من التقنيات الاخرى فتلاحظ بانه يعني بالنسبه للباحثين في مجال انترنت الاشياء حتى هناك اليوم يعني ظهرت ربما للمره الاولى في سنه 2017 والان 2018 اللي هو انترنت اوف ثينكس كونفرنس يعني مؤتمر كامل فقط وظيفه الانترنت اوف ثينكس حتى على مستوى الاي تريبل اي اللي هو الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيك انجينيرز هناك اليوم واحده من المجلات اللي هي فقط انترنت اوف ثينكس يعني اي تريبل اي انترنت اوف ثينكس فقط وظيفه يعني مجله كامله ولها يعني ترتيب عالمي كبير جدا ويعني حتى الامباكت فاكتور الخاص بها قوي جدا رغم انها حديثه يعني نوعا ما ايضا تتناول البحوث الخاصه بالانترنت اوف ثينكس فنعم يعني بالنسبه للمختصين في هذا المجال من الباحثين لا تخافون يعني هذا المجال سيبقى فعالا للعشر على الاقل 10 سنوات المقبله فاللي يفكرون انه يكملوا ماجستير او دكتوراه في هذا المجال فالمجال مفتوح امامكم وهناك الكثير من المنصات الشيء الجميل في هذا الموضوع انه هناك الكثير من الشركات العالميه التي تتنافس على توفير منصات سهله الاستخدام وسريعه التوظيف طبعا هي هدفهم هو انه يجذبون زبائن اكثر ولكن هذا الشيء صدف انه هو مفيد ايضا بالنسبه للباحثين فيعني يفترض انه الباحثين يستفيدون من هذا الشيء مشكله الستاندردايزيشن اللي هو المقياس العالمي يعني مثلا احنا نعرف انه بالنسبه للانترنت اليوم عندنا بروتوكول تي سي بي اي بي هو يعتبر الستاندرد العالمي الذي يعمل به الانترنت بالنسبة للإنترنت أوف ثينكس أيضا هو مثل ما نعرف هو سيستخدم بنية الإنترنت لكي يعمل بداخلها ولكنه هناك يعني بروتوكولات جديدة تم إضافتها مثل MQTT وغيرها من البروتوكولات اللي هي فقط يعني مخصصة للآي أو تي طيب هناك شركات تقوم بإنتاج فد بروتوكولات جديدة هناك شركات أخرى تستخدم البروتوكولات القديمة اللي هي HTTP وغيرها بروتوكولات الإنترنت كيف ستستطيع الأجهزة من هذه الشركات أن تعمل مع بعضها البعض طبعا يجب أن يكون هناك ستاندرد اللي هو المقياس العالمي حاليا هناك فد فايت يعني ممكن انه يسمونه الستاندردايزيشن فايت حرب بين مجاميع الشركات التي تحاول ان تصل الى ستاندرد يعني عندنا الالاينس الاول اللي هو التحالف الاول بين هذه الشركات الكوالكوم سيسكو مايكروسوفت اتش تي سي والال جي اللي يسمونه الاول سين الالاينس هذول يحاولون ان يقوموا بانشاء ستاندرد خاص بهم وطبعا اذا نجحوا في الوصول الى ستاندرد واقنعوا اغلب المستخدمين باتباعه في مشاريعهم راح يكون هو هذا الستاندرد العالمي الغالب في النهايه وتختفي بقيه الستاندرات نفس الشيء بالنسبه لكل الشركات الاخرى كلها تحاول انه تقوم بعمل ستاندرد وتفرضه يعني من خلال يعني موتيفيشنز او انسنتيفز يعني محفزات للمستخدمين لكي يستخدمون هذه التقنيات العامله بهذا الستاندرد وبالتالي هي ستنجح في النهايه ايضا اكو عندنا الاندستريال انترنت كونسورتيوم من IBM انتل AT&T وسيسكو اكو عندنا ثريد ايضا اللي هو سامسونج ARM وييل سيليكون لابس وغيرها وايضا عندنا الاوبن انتركونكت كونسورتيوم اللي هو ATMEL وديل انتل وسامسونج وغيرها طبعا تلاحظ انه بعض الشركات هي مشتركه في عده يعني مكانات لانه يعني كانه هو من منطلق لا تضع كل بيضك في سله واحده بدل انه يقوم فقط بال يعني بذل كل جهودهم واموالهم وصرفها في مكان واحد اذا فشل هذا الشيء بالتالي هم راح يخسرون كل شيء ولكنه اذا كانوا يعني واضعين عده استثمارات في عده اماكن فاي واحده منهم راح تنجح وبالنتيجه النهائيه هو راح يكون مفيده بالنسبه لهم يعني هناك اجهزه من سيسكو مثلا تعمل ضمن هذا الستاندرد وتعمل ضمن هذا الستاندرد كذلك اكو اجهزه من سامسونج مثلا تعمل ضمن هذا الستاندرد وتعمل ضمن هذا الستاندرد بالنتيجه النهائيه اي واحد من هذه الستاندرات يعني يثبت كفاءته في النهاية هو الذي سيكون يعني هذه الشركات ستكون هي الرابحة وتضطر بقية الشركات أنه تتبعها لكي يعني تحافظ على مكانها في السوق وحصتها من المستخدمين
الأمر المهم الآخر اللي يعني يجب الانتباه له أنه الانترنت أوف ثينكس يعني مصمم كفكرة من الأساس لكي يعمل مع 5G. طيب سيقول البعض أن هناك الكثير من التطبيقات الانترنت أوف ثينكس موجودة اليوم، هي تعمل بال 3G وال 4G. هذا صحيح نعم، ولكنه هي تطبيقات محدودة، مهما كبرت فهي محدودة ليميتد، لا يعني لا تنطبق عليها نفس المفاهيم التي يعني يستعرضها الداعمون للانترنت اوف ثينكس حاليا. الانترنت اوف ثينكس الذي يدعم مليارات الاجهزه في الوقت الواحد في الشبكه يحتاج 5G، بدون 5G فليس هناك انترنت اوف ثينكس حقيقي. نعم هناك 4G الان موجوده ويعني تعمل الكثير من التطبيقات معها، ولكنه اذا تنظر الى اليوز كيسز يعني الاستخدامات الحقيقيه لل 5G هي يعني كانه هي مبرمجه او مصممه للاي او اف تي الانترنت اوف ثينكس، اي انه يعني كلاهما الانترنت اوف ثينكس وال 5G شقيقان لا يفترقان. طيب هنا ياتي السؤال، بما ان ال 5G يعني ايضا كهايب او كفقاعه او كتقنيه جديده ظهرت عليها الكثير من الكلام حديثا، هل وصلت الى المستخدمين حتى الان؟ نعم ولا وصلت يعني الكثير من يعني التجارب العمليه او التطبيقيه لايضا عدد محدود من المستخدمين، اما اطلاقها بشكل رسمي وحقيقي فيكون 2020، اي انه الانترنت اوف ثينكس الذي نتحدث عنه في الفيديوهات والكورسات والبيبرات او الاوراق البحثيه سيكون متاحا بشكله الكامل مع ال 5G بالضبط، اما قبل ذلك فهو كلها هي تطبيقات ليميتد يعني محدوده من حيث عدد الاجهزه التي نحتاج او نستطيع ربطها، وحتى من حيث الديلي او التاخير الذي نتوقعه، لانه حاليا بال 4G يعني التاخير كبير الى حد ما مقارنه بال 5G، ال 5G نحتاج انه يكون عندنا اند تو اند ديلي هو 1 ملي سكند، يعني واحد بالالف من الثانيه، هذا هو الشيء الذي سيجعل الانترنت اوف ثينكس حقيقي ومفيد، لانه يعني في السيارات التي تقود نفسها بنفسها، في تطبيقات الامان وفي تطبيقات مراقبه البيوت السمارت هومز، في تطبيقات مراقبة الطرق، في تطبيقات الصناعية، تطبيقات الصحية، نحتاج تأخير يكون قليل جدا بحيث أنه يكون real time يعني زمن حقيقي أو ما يسمى instantaneous يعني استجابة لحظية. 4G لا للأسف يعني لا توفر هذا الشيء في أغلب الأحيان، خصوصا إذا كان لدينا ultra high definition video، ultra high definition gaming، virtual reality، augmented reality، الكثير من التطبيقات الأخرى. ال 4G وال 3G لن تكون كافية بالنسبة لها، فلكي تعمل بالفول كاباسيتي أو الفول بوتنشيال يعني بطاقتها القصوى يجب أن يكون 5G متوفرا، أي أنه إحنا سنستمر بالحديث عن الـ IoT بشكل نظري وبشكل عملي، وهناك الكثير من الشركات التي سارعت لطرح منصاتها مثل ما راح نشوف بعد قليل التي تدعم الـ IoT فقط لكي تضمن حصتها في السوق، ولكنه كل هذه الشركات تعرف بأنه في الوضع الحالي للإنترنت في الـ 4G لن يكون الـ IoT في قمة عطائه، وإنما يعني تستمر هذه الشركات في طرح منتجاتها للمستخدمين على أمل أنه عندما يأتي الـ 5G سينطلق الـ IoT بالفول بوتنشيال يعني بطاقته القصوى، فبالتالي هذا أيضا شيء من المهم أنه معرفته. أيضا السؤال الذي قد يرد هنا، ما هذه المعلومة ماذا تفيد الطالب الذي يدرس في الكلية أو الخريج الذي يبحث عن عمل أو الشخص المهتم في مجال IoT؟ هذه تفيده بأنه يعرف دائما أنه يعني دائما يكون على اطلاع على ما هي اخر التطورات في تطبيقات الانترنت اوف ثينكس، ودائما احنا في حاله بحث مستمر عن الكيلينج اب او الكيلينج ايديا، دائما الفكره القاتله او الفكره الرائده التي نستطيع من خلالها بناء شركه او بناء تطبيق او يعني الوصول الى العالميه بهذا المجال. مثل ما ذكرت يعني ربط جهازين او 3 اجهزه او 5 اجهزه او 10 اجهزه سويه لمراقبه غرفه او بيت، هذا الشيء موجود منذ سنين يعني منذ قرون، يعني هو مو فد ابداع، مو في شيء جديد. الابداع هو انه كيف تربط التقنيات المختلفه مع بعض وكيف تصل الى فكره بريليانت يعني رائعه او جديده او خلاقه غير مشابهه للموجود حاليا، من خلالها تستطيع الوصول الى العالميه وتستطيع يعني بناء هدفك الحقيقي. اما بالنسبه للذين يطمحون فقط لمعرفه المهارات التي تفيدهم للعمل في هذا المجال، فاحنا ايضا تحدثنا في فيديوهات سابقه وفي بلوجز يعني في تدوينات على الموقع اللي راح نذكر لكم يعني روابطها في الديسكريبشن لهذا الفيديو، تحدثنا عن المهارات المطلوبه، كيف تبني فريق عملك، ما هي المنصات المفتوحه المصدر، ما هي المنصات العالميه المتوفره في هذا المجال، يعني تستطيعون الاطلاع عليها، ولكنه معرفه العلاقه بين الاي او تي وال 5 جي والتقنيات او التطبيقات المتوقعه للاي او تي في المستقبل ضروري جدا لكي تعرف اين انت الان وما الذي تستطيع عمله في المستقبل. ايضا يعني مثل ما ذكرنا بالنسبه للتوب كومبانيز ذات وركس ان ذا اي او تي يعني اغلى يعني اهم الشركات العامله في هذا المجال،
تقريبا اليوم يعني قبل قليل يعني نشرنا في الصفحة على الفيسبوك، واللي مثل ما راح نذكر لكم الرابط الخاص بها، أفضل 20 بلاتفورم في العالم للآي أو تي. البلاتفورمز اللي هي مثل ما تحدثنا عنها سابقا هي المنصات اللي هي تعمل على ربط الاند يوزرز او الاجهزه الطرفيه مع الكلاود لكي تسهل عملها يعني، ولكي تستطيع بدء مشروعك يعني بسهوله ومباشره. اكبر الشركات العامله في هذا المجال هي الاي بي ام، الجوجل، الامازون ويب سيرفيسز، والمايكروسوفت عن طريق الاجور. طبعا هي في اساسها هذه قد تكون هي مجرد كلاود سيرفيسز، ولكنه هي اضافه الى ذلك توفر الكثير من الادوات التي تسهل ربط الاجهزه الطرفيه مع الكلاود عبر يعني بيئه اي او تي، توفر لك الاناليتكس والارتفيشال انتليجنس الجوريثمز وغيرها من التقنيات الاخرى. اخيرا بالنسبه للسكيورتي، يعني الكثير من الناس ما زالوا لحد الان يتخوفون من الانترنت اوف ثينكس، ودائما هذا المثال المخيف هو انه اذا كان لدي جهاز لمراقبه الطفل في يعني الطفل الرضيع في غرفته للتحكم بدرجه الحراره، ما الذي يحصل إذا كان هناك هاكر موجود في الطرف الآخر من العالم ودخل إلى الإنترنت وبدأ يتحكم بدرجة الحرارة في الغرفة التي قد يجعلها باردة جدا أو حارة جدا، مما يؤدي إلى تهديد حياة الأطفال أو تهديد يعني حياة الساكنين في هذا البيت؟ ماذا يحصل إذا كنا مثلا نائمين في البيت وشب حريق في البيت وقام فد هاكر معين بإطفاء أجهزة الإنذار للحريق أثناء الليل ونحن نائمون؟ ما الذي سيحصل؟ هذه الأمور موجودة طبعا يعني ليس مع فقط إنترنت الأشياء، وإنما مع كل تطبيقات الإنترنت، مع كل الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. نعم ممكن أن يكون هناك شخص يقوم بالتحكم بالأضواء في داخل بيتك إذا كانت عندك سمارت لايت بلبس، ممكن أن يكون هناك شخص يقوم برن الجرس يعني ريموتلي يعني بشكل وهمي إذا كان هناك عندك سمارت دور بيل مثلا، ممكن انه وهذا الشيء حصل فعلا يعني تم تطبيق هذه التجربه انه قاموا بزرع مالوار في داخل الثلاجه لكي تقوم بطلب اوردرز يعني وهميه او تقوم بارسال رسائل وهميه الى كل الثلاجات في العالم او كل الاجهزه في العالم، يعني كانه هي اصبحت بوت يعني نقطه للهجوم او عمل اتاك او سايبر اتاك على بقيه الاجهزه في العالم. نعم ممكن بالنسبه للسيارات التي تقود نفسها بنفسها اذا كان هناك هاكر يستطيع السيطرة عليها من بعيد، تستطيع الكثير يعني القيام بالكثير من الأعمال ضدها، وحتى أصبحت هناك الآن أفلام تناقش هذه الأمور وتقوم بالتخويف من ما سيحصل في المستقبل إذا يعني تركنا يعني زمام أمرنا للتقنيات. ولكنه بالنتيجة النهائية حاليا حضراتكم يعني تشاهدون هذا الفيديو عبر الإنترنت، يعني مما يعني أنه أنتم مستخدمون للإنترنت منذ مدة من الزمن، وتعرفون أنه هناك الكثير من المشاكل الأمنية التي حلها الأول والأخير هو بيد المستخدم، يعني إذا قمت بتحصين نفسك بشكل آمن، إذا قمت باتباع المعايير السليمة لتأمين الأجهزة ستكون احتمالية الخطر صغيرة جدا ضئيلة، لن تكون 0% طبعا مثل ما هي ليست 0% مع جهازك النقال ومع اللابتوب ومع الديسكتوب الذي تستخدمه، ليس هناك يعني 100% secured system، دائما هناك مشاكل أمنية في الأنظمة، ولكنه مع البحوث المستمرة في هذا المجال ومع الانطلاق الحقيقي للإنترنت أوف ثينكس في 2020 مع وصوله بالفول بوتنشيال بطاقته القصوى إلى بلداننا ربما بعد 4 أو 5 سنوات، ستكون هناك يعني نسبة كبيرة من الأمنية. وحتى الآن يعني هناك الكثير من المحاولات لجعل مثلا هذه الأجهزة أو الأجهزة السنسرات الدقيقة الطرفية، قاموا بإغلاق بورتات الانبوت، يعني هي أصبحت لا تستقبل أي انبوتس من المستخدمين، وإنما فقط تقوم بإرسال أوتبوت اللي هو فقط إرسال السنسينج ديتا إلى الكنترولرز، فبالتالي الهاكر الذي يريد اختراق هذه الأجهزة لن يستطيع الاتصال بها مباشرة، وإنما يجب أن يذهب إلى الإنترنت وعن طريق الكلاود ثم يتصل بالمايكرو كنترولر لكي يصل مباشرة إلى هذا السنسر ويتحكم به، فبالتالي هو سيعبر كل يعني بوابات الفاير وولز والانتروجن ديتكشن سيستمز والانتروجن بريفيجن سيستمز لكي يصل الى هذا الجهاز، فهذه طبعا كلها هي يعني بالتالي هو يعني سيتعرض لنفس المشاكل، يعني كهكر او كمخترق سيتعرض لنفس المشاكل التي يواجهها عندما يريد اختراق جهاز اللابتوب الموجود في غرفتك حاليا مثلا، فبالتالي يعني ليس هناك فرق كبير بين السكيورتي بالانترنت اوف ثينكس والسكيورتي بين او مع الانترنت الطبيعي الا من عده نواحي، عندما يكون هناك لديك مثلا سنسر اكتويتر يعني جهاز هو انبوت واوتبوت في نفس الوقت، هذا طبعا راح يكون هو معرض للاختراق لانه ممكن لاي هاكر الوصول له مباشره بدون المرور بكل سلسله الانترنت، وهذه طبعا ايضا مثل ما ذكرنا هناك الكثير من الحلول والبحوث حولها حاليا. ايضا مثل ما ذكر احد الاخوه يعني قال بانه الشركات العالميه مثل مايكروسوفت وسيسكو واي بي ام وجوجل
لن تخاطر ولن تغامر بسمعتها وتقوم بإنتاج فد أجهزة أو تقنيات معينة وتطرحها إلى السوق ما لم تكن متأكدة بنسبة 99.999% أنه هي أمينة وكفوءة وفعالة. وبالتالي يعني تلاحظون أن هناك الكثير من الشركات التي مثلا حصلت على فد مشكلة معينة في أحد المنتجات فقاموا بعمل ريكول، يعني استدعاء هذا المنتج وإعادة سحبه من السوق، فخسروا الكثير من سمعتهم في السوق والكثير من الأسهم والكثير من الأموال. فبالتالي الشركات تحاول أن تتجنب هذا الشيء قدر الإمكان، فهذا الشيء راح يعني يدفعنا إلى أن تكون لدينا موثوقية إلى حد ما بهذه المنتجات. طبعا ليست 100%، وبالنتيجة بالأول والأخير يبقى تأمين النظام بشكل أساسي يعتمد على المستخدم له. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. مثل ما ذكرنا هذه هي جزء من سلسلة ستكون مستمرة إن شاء الله، تعتمد في المستقبل ما الذي سنشرحه على أسئلتكم واستفساراتكم اللي ممكن أن تتركوها للتعليق على هذا الفيديو. وفي أمان الله.